أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج فلوسنا. فيروس كورونا يدق على أبواب ليبيا المفتوحة، وفيروس كورونا لا ينتظر إذن أحد للدخول إلى بلادنا. ينتشر هذا الفيروس شره ويحصد الأرواح ويؤثر بشكل جسيم على الاقتصاد، وأنتم مشاهدين مؤكد أنكم تتساءلون ما الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمكافحة المرض، ما هو تأثير هذا على الاقتصاد. أرحب بكم وأرحب بالأستاذة جنيت عبد الله، إعلامية متخصصة في الشأن الاقتصادي والتجارة الدولية. سعيد جدا بحضورك أستاذة جنيت. وأنا سعيدة أكثر، شكرا على الدعوة. أهلا وسهلا بكم. أيضا سينضم معنا الدكتور أبو بكر بالقاسم عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس، الأكاديمي الليبي، ولاحقا أيضا السيد أو الدكتور بدر الدين النجار مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض سيكون معنا عبر الهاتف من طرابلس. أبدأ معك أستاذة جنيت. هذا الفيروس عطل يعني الإنتاج، وعندما يتعطل الإنتاج يتعطل استهلاك الصين من النفط، وبالتالي هذا يعني الانخفاض زعزع أسواق النفط العالمية وخاصة البلدان المصدرة للنفط. بعض الهزة متاع فيروس كورونا أو صدمة، ما يسمى بالصدمة على مستوى دولي، وهذا بالتأكيد له آثار سلبية على مستوى الاقتصاد. لكن للأسف الشديد نحن مؤسساتنا الاقتصادية ومؤسسات المالية ليس لها نموذج كما يذكر بعض الأخصائيين الاقتصاديين، ويمر بهزة مالية ربما لم تصلها العالم إلا في سنة 2008 والأزمة المالية في سنة 2008، وخايفين من حاجة يسموها فيها مينسكي أو مينسكي مومنت أو مينسكي لحظة مينسكي، وهي لحظة مخيفة حقيقة ترعب العالم. هذا الوضع لا أعتقد أنه سيدوم طويلا في ليبيا، وهذا ما يهمنا بشكل كبير. الاستعداد لهذا الموضوع كأن العالم لا يحدث فيه شيء. هذا المربك في الموضوع، كأن العالم لم يحدث فيه شيء. والله في ليبيا مش ضربتين على الراس يوجعوا، 200 ضربة على الراس يوجعوا الحقيقة. عندنا فيروس أخطر من هذا الفيروس اللي هو فيروس العناد والتعنت والغباء والانقسام. هناك صراع نفوذ على العالم لتصدير على الأقل هذه الأزمات المالية لدول أخرى. لكن المشرع الحقيقة في القانون الليبي دائما في الأشياء هي دائما يعني المشرع وضع حلول على الأقل مؤقتة لحل المشكلة، من تبدأ في الانخفاض مؤقت في فترة معينة. القانون المصارف أجاز للمصرف المركزي تمويل أو على الأقل منح سلف مالية مؤقتة في حدود 20% من إيرادات الدولة. التداعيات لا يمكن يعني ضبطها في قطاع معين، ولكن هي تداعيات تشمل كل الاقتصاديات وكل القطاعات الاقتصادية. لحد الآن لم نسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا في ليبيا. هي للأمانة تعتبر مسألة وقت، لأن الآن ليبيا محاطة بدول أصبحت موبوءة بفيروس الكورونا. أمانة مرحلة الجهوزية والاستعداد فيما يتعلق بغرف العزل وكذلك أماكن الحجر الصحي لازلنا متأخرين فيها شوية.